وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي على استيراد 1,000,000 طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300,000 طن كمرحلة أولى. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قال إن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، وأشار إلى زيادة منافذ البيع وتيسير نقل السكر بين المحافظات المختلفة. أعلنت الحكومة وصول 5,000 رأس أبقار حية إلى ميناء سفاج على متن مركب من جيبوتي، وذلك لترحيها خلال موسم رمضان الكريم بالمجمعات الاستهلاكية وبسعر 250 جنيه للكيلو، مما يساهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية، وذلك في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطنين، وذلك في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة. أشارت وزارة التموين إلى أن تلك الكميات هي الدفعة الأولى في عدد 20,000 رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جيبوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن المصري وبجودة عالية وبأسعار مناسبة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار على المخاوف المتعلقة بنمو نحو الطلب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر المستهلكين للخام في العالم. هذا وزادت العقود الأجلة لخام برنت الوسيط بما نسبته 1.86% لتصل إلى 83.59 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.46% لتستقر عند 80.07 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 2.23% لتصل إلى 2.66 دولار للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.15% لتسجل 1.95 دولار لكل 1,000,000 وحدة حرارية بريطانية. أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على التباين قبيل شهادة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي الذي يمكن أن تقدم دلائل على خفض محتمل لأسعار الفائدة في يونيو القادم. هذا وصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.7%، بينما هبط المؤشر الرئيسي في بورصة أبو ظبي بنسبة 0.1%، وصعد المؤشر الرئيسي في دبي ب 0.1%، أما المؤشر في قطر فقد انخفض بنسبة 0.8%.